ما هددت به المعارضه السوريه قبل ايام نفذته اليوم بمقاطعتها الجوله الثالثه من محادثات استانا لعدم التزام النظام باتفاق وقف اطلاق النار وتهجير اهالي حي الوعر حيث اعلن صباح اليوم انطلاق هذه الجوله من المحادثات دون مشاركة وفد فصائل المعارضة بعد أن أعلن رئيسه محمد علوش أمس مقاطعة المحادثات لعدم إيفاء روسيا بتعهداتها بالضغط على النظام الذي يواصل انتهاكاته في مناطق المعارضة الناطق باسم وفد قوى الثورة السورية أسامة أبو زيد كان قد أكد أمس في لقاء مع قناة دار الإيمان أن الوفد قرر عدم المشاركة في أستان ثلاثة لأنه يرفض أن تكون هذه المفاوضات لخداع المعارضة القرار هو قرار نهائي في عدم المشاركة في محادثات ستانة ثلاثة للأسباب التي ذكرت في بيان وفد الفصائل العسكري البيان الذي صدر منذ ثلاثة أيام طالب اولا بوقف عمليات التهجير القسري، وايضا طلب بتاجيل موعد انعقاد هذه المحادثات الى 20 الشهر او 20 اذار من الشهر الجاري، وهذا يؤشر الى أن نحن لا نرفض المفاوضات من حيث المبدا، لكن نرفض ان نخ يعني ان ان تكون هذه الجولات هي فقط لخداعنا. موسكو وفي محاوله منها لتغطيه تداعيات عدم مشاركه وفد المعارضه، اعلنت صباح اليوم على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أن وزارة الدفاع تتواصل مع قادة المعارضة السورية الذين قاطعوا المحادثات معتبرا أن الأسباب غير مقنعة وأن موقف المعارضة هذا كان مفاجئا لهم. رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا ألكسندر لافرنتيف رأى بدوره أن مقاطعة وفد المعارضة للمحادثات بسبب عدم التزام النظام بوقف إطلاق النار ذريعة وهمية وعارية عن الصحة. مشيرا الى ان الجانب الروسي سيسلم اقتراحاته الخاصه بوضع دستور سوري على هامش الجوله الحاليه من المفاوضات السوريه، لتتاكد بذلك تصريحات المعارضه بان موسكو لم ولن تلتزم بتعهداتها تجاه الضغط على النظام، وكل ما ترمي اليه في محادثات استانا هو تكريس لمنصه جديده هدفها تشتيت المعارضه وتمرير ما تخططه كمناقشه الدستور. دون بحث وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يكون الموضوع الرئيس على طاولة محادثات أستانا